الور الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نشوفوا دابا التمرين ربعه. الور التمرين الرابع ديال 2009 الدوره الاستدراكيه هو ديال المتتاليات. اذا لاحظوا معايا، عطاونا المتتاليه اي زيرو كتساوي زيرو، وعطاونا المتتاليه يو ان زائد واحد كتساوي واحد زائد ربعه يو ان مقسومه على سبعه ناقص جوج يو ان. اول سؤال قالوا لنا نتحقق ان واحد ناقص يو ان زائد واحد شنو كتساوي؟ ستة عامل واحد ناقص يو ان مقسومة على خمسة زائد جوج عامل واحد ناقص يو ان. اذا هذه سهلة، كيكون غير توحيد المقام اللي سهلة لكم. دونك لاحظوا معايا باش نتحقق من هذه، واحد ناقص يو ان بلس ان كتساوي واحد ناقص واحد زائد ربعة يو ان مقسومة على سبعة ناقص جوج يو ان. شوفوا معايا شنو غادي نديرو، غنوحدو المقام، المقام موحد هو سبعة ناقص جوج يو ان. هادي غنضربها هنا غتعطينا سبعة ناقص جوج يو ان، لأن ضربناها في واحد، وهاد الناقص راه كيدخل على البسط كامل، ناقص واحد ناقص ربعة يو ان، صافي. دونك كتعطينا الفوق هي ستة ناقص ستة يو ان، وهاديك يمكن لينا نقسموها نديرو خمسة زائد جوج ناقص جوج يو ان. أش درنا هاد الخمسة اللي طالبينها هنا؟ إذا لاحظوا معايا شنو غتعطينا، هي ستة عامل واحد ناقص يو ان، والمقام غيعطينا خمسة زائد، عاود هنا نعملو بجوج، جوج عامل واحد ناقص يو ان. إذا الإخوان احنا بينا على داكشي اللي مطلوب. شنو هو الهدف من هذا؟ باش نبينو بالترجع، نبين بالترجع شنو غنبينو؟ أن واحد ناقص يو ان فهو أكبر من صفر. دونك كنديرو دائما من أجل ان يساوي زيرو، لدينا شنو غادي نشوفو؟ واحد ناقص يو زيرو شحال كيساوي يو زيرو؟ هو زيرو، إذا ناقص يو زيرو هي واحد. إذا واحد ناقص صفر هي واحد أكبر من صفر، فهي عبارة صحيحة الإخوان. دونك مي كتكون هذه عبارة صحيحة، كتجي المرحلة الثانية، كنكتبو الافتراض. شنو هو الافتراض؟ نفترض أن واحد ناقص يو ان اللي بغينا نبينو عليه أكبر من صفر، شنو خصنا نبينو؟ أن واحد ناقص يو ان بلس ان أكبر من زيرو. كي غنديرو نبينو هذه، نعلم أن ديجا حسبنا واحد ناقص يو ان بلس ان، لقيناها ستة عامل واحد ناقص يو ان على جوج أو خمسة زائد جوج عامل واحد ناقص يو ان. إذا لاحظوا معايا، هاد واحد ناقص يو ان هذا فهو موجب، موجب وهذا موجب، هنا عدد موجب زائد عدد موجب، إذا المقام كله موجب وهذا موجب. إذا خصنا نكتبو هنا بما أن، ونكتبو داكشي اللي موجب، ياك؟ اللي كنكتبو موجب شنو كنوصفو؟ كنقولو إذا فإن واحد ناقص يو ان بلس ان أكبر من صفر، وبالتالي حسب مبدأ الترجع، بالتالي فإن واحد ناقص يو ان فعلا أكبر من صفر. ماذا يعني الإخوان واحد ناقص يو ان أكبر من صفر؟ هذا يعني أن ناقص يو ان أكبر من ناقص واحد، يعني يو ان صغر من واحد، يو ان صغر من واحد، لأن باش إلا احتاجناها ولا شي حاجة كنحتاجوها بارفوا، هذه بي كتكون عندي الرتابة إلى غير ذلك، هنا راه ما عندناش، إذا نحتاجوها شي مرات. نضع دابا متتالية أخرى، في ان كتساوي جوج يو ان ناقص واحد على يو ان موانزا. شنو قالوا لنا في سؤال ألف؟ غنبينو أن المتتالية في ان شنو غادي نبين؟ بأنها هندسية. باش نبين أنها هندسية الإخوان، كنحسبو في ان بلس ان. شنو هي في ان بلس ان؟ هي دو يو ان بلس ان موانزا سوغ يو ان بلس ان موانزا. دونك أول حاجة غادي نجي هنا غنكتب في ان بلس ان، ونعوضو داك يو ان بلس ان بالقيمة ديالها، هي جوج في يو ان بلس ان، راها عندنا لهي هي واحد زائد ربعة يو ان، غنقسموها الإخوان على سبعة ناقص جوج يو ان، حنا عوضنا، ناقص واحد، وهنا عاود واحد زائد ربعة يو ان مقسوم على سبعة ناقص جوج يو ان ناقص واحد. شنو غنديرو في داك ناقص واحد؟ غادي نحاولو نوحدو المقام. شوف الطريقة كيفاش كنديرها أنا، سهلة، كنضرب هنا في المقام اللي هو سبعة ناقص جوج يو ان، وكنقسم على سبعة ناقص جوج يو ان. هنا عاود كنضرب في سبعة ناقص جوج يو ان، سمحوا لي راه ما وضحاش مزيان ولكن غير باش تبان، ناقص جوج يو ان. دونك داكشي اللي ضربت فيه في البسط في المقام باش كيعطينا هنا، الله يرضى عليك، نفس المقام موحد، هنا مقام موحد كنضرب عليهم، شنو كيبقى ليا الفوق؟ جوج كنشر بها كتعطيني جوج زائد ثمانية يو ان، هنا كندخل ناقص، ناقص سبعة زائد جوج يو ان، وهنا الإخوان المقام واحد زائد ربعة يو ان، هنا ناقص سبعة زائد جوج يو ان، كندخلو ناقص، شنو كيعطينا في البسط؟ ناقص خمسة، صافي؟ ناقص خمسة، وهنا شنو؟ زائد عشرة يو ان. المقام إلا لاحظنا شنو غادي يعطينا؟ المقام غيعطينا ناقص ستة زيد
ناقص 6 زائد ياك زائد 6 يو ان. اذا في المقام يمكن لينا نعملو ب 6 عامل يو ان موان زا، وفي الباص يمكن لينا نعملو ب 5 عامل جوج يو ان موان زا. سي تادير انها غتعطينا 5 على 6 وهذه هي ال في ان. اذا الى لاحظنا ف في ان بلس ان عطاتنا 5 على 6 في ان، صافي من بعد ما وحدنا المقام وحسبنا. بالتالي شنو غادي نقولوا على المتتاليه في ان؟ غنقولوا عليها بانها هندسيه، اساسها كي كيساوي 5 على 6 وحدها الاول شنو غادي يكون؟ هو في زيرو. كي غنحسبوا في زيرو من هنا هي جوج اي زيرو ناقص واحد على اي زيرو ناقص واحد. اي زيرو هي زيرو، غيبقى لي موان زيرو سور موان زيرو هي ان. علاش كنحسبوا هذا الحد الاول؟ لان ضروري غنحتاجوه. هما غيقولوا لنا نكتبوا في ان، شوف كنكتبها بين قوسين بدلاله ان. كيفاش كنكتبوا في ان بدلاله ان؟ كتعرفوها الاخوان هي الحد الاول في كي اس ان ناقص داك الانديس ديال الحد الاول. في زيرو هي واحد وكي هي 5 على 6 الكل اس ان. اذا شحال غتعطينا؟ 5 على 6 اس ان، لان اذا ضربناها في واحد غتبقى 5 على 6 اس ان. دونك هذه هي في ان بدلاله ان. سؤال ب، سؤال ب كيتطلب مننا دابا كتابه يو ان بدلاله ان. باش نكتبوا الاخوان يو ان بدلاله ان يجب هذه راها في ان بدلاله يو ان، ها هي كنكتبها هنا. لدينا في ان تساوي جوج يو ان ناقص واحد على يو ان موان ز. هذه في ان بدلاله يو ان، كنحاولوا نجبدوا يو ان بدلاله في ان. اذا ضربنا جداء الوسطى جداء الطرفين، اضرب هذه في هذه ونشرها كتعطيك في ان في يو ان. هذه عاود في هذه ناقص في ان تساوي جوج يو ان ناقص واحد. غردو يو ان لهذا الطرف عطينا في ان يو ان ناقص جوج يو ان تساوي رد في ان لهنا عطينا في ان موان ز. دونك نعملوا يو ان اللي بغينا، هي عامل لا يش يو ان عامل لا يش في ان موان 2، هنا عطينا في ان موان ز. سيتادير يو ان شنو ساوت لينا؟ في ان موان ز على في ان موان 2. نعوض في ان بداك 5 على 6 اس ان اللي وصلنا ليها هنا، شنو غتعطينا؟ 5 على 6 اس ان ناقص 1، 5 على 6 اس ان ناقص 2. هذه الاخوان هي يو ان بدلاله ان، وهذه هي اللي مطلوبه. علاش كنكتبوا يو ان بدلاله ان؟ باش كنقدروا نحسبوا لا ليميت ديالها. لا ليميت يو ان ان ديما تونفيغ بلوس لانفيني، هي ليميت ان تونفيغ بلوس لانفيني ديال من؟ ديال 5 على 6 اس ان ناقص 1 على 5 على 6 اس ان ناقص 2. الا لاحظنا 5 على 6 اس ان لا ليميت ديالها 0 وهذه 0، اش غيبقى لي؟ موان 1 سوغ موان 2 هي 1 سوغ 2. لان هكا كنكتب التعليل، لان 5 على 6 محصوره بين ناقص 1 و 1، اي لا ليميت 5 على 6 اس ان ان تونفيغ بلوس لانفيني كتساوي 0. وإلا كانت هاد العدد هذا اللي هنا ماشي 5 على 6 شي عدد كبر من واحد، كتكون لا ليميت هي بلوس لانفيني. وإلا كانت هنا لا ليميت بلوس لانفيني بلوس لانفيني، كنحاولوا نعملوا بهذه وهذه ونختزلوها، وكنعطينا هنا مقسومه عدد على لانفيني 0 على لانفيني، وكنوصلوا لا ليميت ديالها اللي تتكون 1. وكانت مثلا 6 على 5 6 على 5 كنا غادي نلقاو لا ليميت هي 1. الإخوان تمرين 5 ساهل بزاف، تمرين 5 نحاولوا نديروه هنا ماشي مشكل. دونك ها هو غادي نمسح وندوزو للتمرين 5. فيه الله يسهل عليك غير واحد التكامل المكامله بالاجزاء، واحد التكامل عادي. التكامل العادي اسمع سؤال التمرين 5. السؤال الاول هو السؤال الاول الاخوان، كيقولوا لنا حدد الدوال الاصليه لهذه. هاد اكس جوج اكس عامل اكس كاري ناقص 1 اس 2090. لاحظتوا هذه هي اي اس ان، البريم ديالها هي جوج اكس كاينه هنا. اذا الداله الاصليه ديالها اصليتها هي اكس او كاري ناقص 1. الاس غنزيدو فيه 1 غيولي اس 2010 على 2010 زائد الفا. الفا تنتمي ل ا، هذه الداله الاصليه بحال هكا كنكتبوها اكس بحال هكا صافي. اذا الاصليه هذه هي هذه. علاش؟ باش نقدروا نتحققوا من ان هاد الانتيغرال من 1 لجذر 2 ديال جوج اكس عامل اخوان اكس او كاري ناقص 1 اس 2090 دي اكس، شنو غيساوي؟ غيساوي هو اكس او كاري ناقص 1 اس 2010 على 2010، وغنديرو هنا 1 جذر 2 ياك، 1 جذر 2. من بعد الاخوان غنعوضو هنا بجذر 2 اكس ناقص 1 هذاك وي صافي. الى عوضنا هنا الاخوان بجذر 2 شوفوا معايا، غادي نحاولوا من 1 جذر 2 وي. اذا الى عوضنا هنا بجذر 2 اس 2 عطينا 2 ناقص 1 هي 1، حنا كنعوضوا 1 اس 2010 على 2010.
ناقص الى عوضنا هنا بواحد ناقص واحد هو زيرو، 2010 اذا زيرو، اذا اعطينا واحد على 2010. دونك هذا هو المطلوب في السؤال. باش نديروا السؤال جوج كيقولوا لنا خصنا نحسبوا هذا الانتيغرال هدائي اللي هو الانتيغرال زيرو جوج، زيرو جوج ديال جوج اكس زائد واحد الان ديال اكس زائد واحد، خصنا نلقاوه المنطرب عليه بانه وست الان ثلاثة ناقص جوج سنضع. شكون هنا اللي غنوضعوها اي بريم دو اكس من طبيعة الحال هي جوج اكس زائد واحد، و في دو اكس غنوضعوها هي الان ديال اكس زائد واحد. غنشوف هاد المنحة، هذاك اللي وضعناها اي بريم الاصلية ديالها هي اكس وكاري زائد اكس، وهذاك اللي وضعناها في بريم ديالها غتكون هي واحد على اكس زائد واحد. اذا شوفوا شنو كنقولوا اي كتساوي، كنديروا هنا الاصليتان اللي ما فيهمش البريم وما هادو بجوج، اكس او كاري زائد اكس في الالين